مساء الخير، مرحبا بكم في البرنامج الجديد اللي الاسم ديالو سميناه الصحراء المغربيه، تاريخ حاضر ومستقبل، باش نحاولوا نلموا بهذا الموضوع من جميع الجوانب ديالو، لانه لاحظنا بانه كل شيء كيتكلم على الصحراء المغربيه، ولكن ملي كتبغي تدخل مع بعض النشطاء او بعض المناضلين او بعض الوطنيين الغيورين على بلادهم فكتوقع لهم بعض المرات بعض الاشكاليات، انه يبرهن لك يعني كما كنقولوا باغ ا بلس بي بوثائق تاريخيه الى ذلك بانه فعلا الصحراء المغربيه. فكان احنا شفنا انه يمكن هذه فرصه باش نقوم بواحد البرنامج جديد ونستضيفوا له شخصيات على اعلى مستوى اللي ملمه بالموضوع بجميع جوانبه، ولهذا غادي نستضيفوا في هذا البرنامج شخصيات سواء اللي ملمه بتاريخ الموضوع او لا كتعرف الاقتصاد اللي مبنيه عليه المنطقه، او لا سياسيا كيفاش نتعاملوا مع الموضوع ديال القضيه الاقاليم الجنوبيه، او الاقتصاديا كيفاش ننميو الى اخره. فكان من اللازم باش في هذه الحلقه نستضيفوا يعني اول واحد اللي غيتكلم لنا هو واحد الشخصيه اللي ملمه بتاريخ الموضوع. غادي نتكلم لكم على شكون هو الضيف الاول ديال هذه الحلقه، ولكن قبل ذلك يجب ان اذكر بانه هذا البرنامج يقام الاعداد ديالو بشراكه مع مجلس الجاليه المغربيه بالخارج. وبهذه المناسبه بغيت نشكر الدكتور عبد الله بوسوف الامين العام ديال مجلس الجاليه اللي ساهم من موقعه في انجاز هذا البرنامج. انا قلت هذا موجه للجاليه المغربيه، ولكن بحكم الاهميه ديالو فانا اكيد بانه مغاربه الداخل او المغاربيين او العرب او كل ما له غيره او عنده يعني اهتمام بالموضوع فغادي يوجد الضاله ديالو. اول ضيف ديالنا هو الدكتور جلالي العدناني. الدكتور جلالي العدناني مرحبا بك. شكرا. كنشكروك بعدا على تحمل عناء السفر، لان كنتم جيتوا بالمغرب خصيصا باش تشاركوا في هذا البرنامج. وعلاش الدكتور جلالي العدناني؟ حيت هو صاحب كتاب مهم جدا، الاسم ديالو هو لو سحراء ا ليبروف دو لا كولونيزاسيون، كما كتشوفوها على الشاشه، ان نوفو ريغارد سور لي كيستيون تيريتوريال. كتاب مهم لان لاول مره جلالي العدناني غادي يمشي يبحث في ارشيفات الدول الاستعماريه ديال انذاك، وغادي يجيب خرائط ويجيب مراسلات اللي كانت لحد الان توب سكريم كلاسيا توب سكري، يعني في الارشيف السري ديال المكتبات الحربيه الفرنسيه الى اخره. وغادي نكتشفوا بانه كاين وثائق التي تثبت يعني بشهاده المستعمرين ان الصحراء مغربيه، وهذا هو يعني الميزه ديال هذا الكتاب. بطبيعه الحال كاين اساتذه وكاين كتاب مغاربه اخرين اللي اسهموا في موضوع ديال القضيه الوطنيه وهم مشكورين. نذكر بعجاله بان العدناني هو دكتور في التاريخ، هو ايضا استاذ التعليم العالي في جامعه محمد الخامس شعبه التاريخ، مدير مركز تاريخ الزمن الراهن، مختص في التاريخ الديني والاجتماعي الى اخره. السي في ديال السي العدناني طويل بزاف، ولكن انا نقول غير اللي يهمني. صاحب مجموعه ديال الكتابات، مثلا كتاب مهم جدا سميتو لا موسكي دو باري، يعني ايضا يعني كمؤرخ لا موسكي دو باري، اللي مره اخرى تم النشر ديالو بمسانده مجلس الجاليه سي سي ام او. دائما وثائق صور الى اخره، يعني البحث كمؤرخ دكتور العدناني. وايضا عندك كتاب مهم بين الكتب المهمه حول الطريقه التيجانيه، نشوفوا يعني يمكن واحد الصوره لا تيجانيه، هذا كنخلق واحد الجدال يمكن غيجيبها في برنامج اخر ولا نتكلموا عليه دكتور جلالي العدناني، بالاضافه الى كتابات اخرى ومقالات منشوره ما عندناش الوقت باش يعني نذكروها كلها. يمكن نذكر للامانه ان الكتاب لو سحراء لي بروف دو لا كولونيزاسيون منشور بمسانده لاجونس دو سود، وكاله تنميه الاقاليم الجنوبيه. دكتور اسمح لي لا طولت عليك، شكرا مره اخرى. من تكلموا على مغربيه الصحراء معنا المؤرخ اللي نقدر نعتبرك من الناس اللي ضابطين الملف، يعني 1800
ويمكن قبل ذلك كاع. تفضل يا دكتور. مقدمة قبل ما ندخل. بداية أشكرك سيد تيجيني على الدعوة، وأشكر أيضا كل من ساهم من قريب ومن بعيد في نشر هذه الكتب، السي أحمد حجي بالنسبة لاجونس دي سود، السي عبد الله بوصوف بالنسبة لنشر كتاب لاموسكي دو باري، وإن شاء الله ستكون مشاريع أخرى بالنسبة لمواضيع مختلفة وخاصة بالنسبة للقضية الوطنية. في الحقيقة أنا اشتغالاتي الأولى كانت حول الرحلات وحول الجنوب المغاربي، رحلة العياشي، رحلة أحمد بن ناصر إلى آخره. بعد ذلك انطلقت في بحث يهم الطرق الصوفية عبر الصحراء وفي اتجاه بلاد السودان أو إفريقيا جنوب الصحراء. في نفس الوقت شرعت في جميع الوثائق حول الموضوع ديال الصحراء بحكم اشتغالي في أرشيف كطالب باحث، وأيضا يعني موظف مؤقت في إطار يعني ما تسمح به الشغل القانون الشغل الفرنسي بأرشيف البحار بإكسون أون بروفونس. بعد ذلك انتقلت إلى مراكز أرشيف أخرى، نونت، فانسين، باريس، ثم في إفريقيا يعني نواكشوط، كولوبا بمالي، وداكار بالسنغال، بالإضافة إلى الرباط ومصر يعني القاهرة. فجمعت كما هاما من الوثائق. هنا اتحدث يعني عن موضوع الصحراء. تمام، نتكلموا غير في الصحراء. نعم. نذكر كاين واحد الكتاب اخر اللي الصحراء اللي تنشر مور هذا. كاين واحد طبعه ثانيه هو يعني ملخص لهذا الكتاب، نشر في 2017 ونفذت الطبعه. منذ شهر تقريبا نفذ، وحتى هذا الكتاب يعني نفذ ونحن بصدد اعداد طبعة ثانية مزيدة ومنقحة. خصنا الطبعات. هذا غير كان منشور بالفرنسية، كان باللغة العربية فقط؟ لا، كان هناك مشروع ولا زال، ترجمت هذا الكتاب إلى اللغة الإيطالية والإسبانية والإنجليزية، وهناك اهتمام العديد من الأصدقاء ومن الباحثين بترجمته الى اللغه العربيه. يمكن نفتح واحد القوس على هذا الشيء اللي حنا خصنا واحد الحلقه باللغه العربيه، لان الكتاب منشور باللغه الفرنسيه باش تكون الافاده عامه. نذكر نفتح قوس بانه مباشره من بعد هذا التسجيل ديال هذه الحلقه السي العدناني حنا غنستافدوا منه، جا على نهار بلجيكا غادي تخدم معنا السي العدناني، فهذه مهمه وطنيه، عنده لقاء مع طلبه مغاربه يعني وبحضور يعني، وهذه يعني بادره من مبادره السفير ديال جلاله الملك هنايا في بروكسل السي عامر، اللي قام بهذه المبادره واستغل الوجود ديال السي العدناني وطلب منه، قال له انا عندي مجموعه ديال الطلبه المغاربه تقريبا شي 40 طالب هنايا يمثلون الطلبه المغربيه، مجلس اداري ديال واحد الجمعيه ديال الطلبه المغربه في جميع الجامعات والمراكز والمعاهد هنا بلجيكا، وغيتكون واحد اللقاء باللغه الفرنسيه ايضا، لانه احنا كما بهذه الحلقه بغيت تكون الاستفاده عامه، ولكن مهم ايضا حتى الطلبه ديالنا لانهم في احتكاك مع سواء ناس عاديين ولا بعض الممثلين ديال الخصوم ديال الوحده الترابيه، فخصهم يكونوا على بال، ولهذا كانت هذه المبادره. والسي عامر السفير ديال المغرب هنا في بروكسل مشكور على هذه البادره. تفضل. اذا انا ايضا مسرور بلقاء يعني السيد محمد عامر السفير صاحب الجلالة هنا ببروكسل، وأيضا بلقاء طلبة مغاربة، وأنا أعرف حاجة الطلبة وحتى بعض الأساتذة اللي غير المتخصصين، اللي أحيانا عندهم تساؤلات ما كيلقاوش عليها أجوبة. إذا هذا هو الرهان، وهذا هي الهاجس اللي كان عندي منذ الانطلاق يعني في بداية التسعينات. بدأت أشتغل وما يعني كل مرة أجد الوقت سواء لقراءة الأرشيف أو للمقارنة أو للمزيد من التنقيب، ولا زلت أنقب على الوثائق. يعني هناك وثائق جديدة أفرج عنها مركز الأرشيف بلاكوفنوف،
اللي هي جد مهمة وتهم السبعينات والثمانينات وتؤكد ما جاء في تؤكد نجاءه البحث التي خرج بها الكتاب الاول. طيب الا بغينا نبداو احنا شفنا بان يعني ماشي اغراجي وقول كنشتغل على التاريخ ديال المنطقه لانه كما قلت خصك وثائق خص خرائط وهذا الشيء ما كاينش او لا كاين وكما فهمتوا في معاهد او مركز ارشيف مغلقه اما سريه ولا ماشي يفتحوها للعموم فانتم كتنتظروا مره مره كيفرجوا على الوثائق كتمشيو كتبحثوا. الا بغينا نبداو من الاول السي العدناني يعني والكتاب كبير الاول حاجه من نتكلموا على مغربيه الصحراء التاريخ ديالها باش غادي نبداو. انا كنظن بحال عمليه ديال التسجيل التلفزيوني سا ديبون من اي زاويه كتصور من اي زاويه كتشوف. انا مشيت للزاويه ديال الانطلاقه ديال الاستعمار الفرنسي يعني انطلاقا من الجزائر انطلاقا من 1830 وكنت مرغما على الرجوع الى القرن السابع عشر لان القرن السابع عشر يهم الهيمنه المغربيه على الجنوب المغاربي خاصه دينيا وايضا خلال التغطيه ديال الكتابات المغربيه ديال كتب الرحلات اللي هي كانت الاساس ديال اولى الخرائط الفرنسيه ديال القرن التاسع عشر وخاصه نهايه القرن التاسع عشر اللي ما غاديش تلقى اي وثيقه تعتمد عليها باش دير الخرائط الاولى ديال الصحراء. فتم ترجمه هذه الرحلات ديال العياشي ديال احمد بن ناصر كتاب ابن خلدون ايضا لانهم لا يعرفون الجنوب لا يعرفون الصحراء. زاويه غريبه جدا لان احنا زاويه غريبه لان كنشوفوا غير كنبداو غير من الصحراء يعني بالاقاليم الجنوبيه حتى موريتانيا الى ولا شويه تومبوكتو اولا كنطلقوا من غير من المغرب من المغرب شمالا مع اليوطي واليوطي دافع عن مغربيه الصحراء ولكنه لا ليس هو المفتاح لفهم قضيه الصحراء. اذا انطلاقا من 1830 1848 50 كيبدا فرنسا تواجه مشكل ديال التوغل في اتجاه الصحراء. توقفت العمليه تقريبا عندهم ما يزيد على 50 سنه. شنو اسباب هذا عدم التوغل تمكن من التوغل رغم القدره العسكريه والتكنولوجيه الفرنسيه وهو انهم لا يعرفون شيئا. فتم الاعتماد على المغاربه على الرحلات وبعد ذلك بداوا يكتشفون وثائق او كتابات بعد الهجوم او الاستحواذ على بعض الزوايا كيلقاو ان هناك كتابات وعلى ان هناك يعني اسر مغربيه او زوايا تابعه او الزاويه الام ديالها كاينه في المغرب بحال الوزانيه بحال الدرقاويه بحال الحنصليه بحال العيساويه مجموعه من الطرق. وهذا ما غادي يؤدي بواحد السيد جد مهم هو اللي اعتمدت عليه في هذا الكتاب اللي هو الحاكم العام للجزائر واللي سميتو جيل كومبون. هذا جيل كومبون غادي يحكم الجزائر من 1891 97 في الوقت اللي الاخ ديالو بول كومبون هو صاحب نظام الحمايه في تونس 1884 والاخوين اصدقاء لجيل فيري الى اخره. جيل كومبون كيعلن جوج مشاريع. المشروع الاول هو كتاب اللي غادي يصدر في 1897 حول لي كونفخير ريليجيوز ميزلمان اللي غادي يديرها دوبون اوكتاف دوبون وكوبولاني كزافيو كوبولاني. هذا اللي غادي ينشر هذا الكتاب. النتيجه الكبيره ديال هذا الكتاب شنو هو؟ وهو ان كل الطرق اللي منتشره في المغرب وفي اتجاه الشرق حتى مصر كلها جايه من المغرب وان كل الطرق النافذه في اتجاه الصحراء كلها منطلقه من المغرب. كوبولاني غادي يتبع هذا الطريق وهو اللي غادي يخلق بالمناسبه في 1900 قبل اغتياله المشروع ديال موريتانيا انطلاقا من نتائج هذا الكتاب. الكتاب ديالك مهم النظريه ديالو يمكن نذكروها في الاول قبل علاش بديت يعني بالاستعمار الفرنسي للجزائر 1830 انا غادي تبين في حكم الكتاب بانه يعني هذا المشروع ديال تقسيم المغرب يعني بغاو ياخذوا الصحراء لان هذاك مشروع فرنسي الاصل باش يلحقوا الصحراء مع الجزائر الفرنسيه. نعم. او يخلقوا منفذ البحر الاطلنطيكي وايضا باش تكون عنده علاقه يعني الجزائر تمشي للمحيط الاطلنطي ويكون عندها علاقه مع الجنوب ديال نعم. من موريتانيا وهبط يعني لان كل اتفاقيات هذا هو المشروع المشروع الاول هذا ديال المستعمر وقبل الحمايه المغربيه قبل 30 المغرب. على المغرب قبل 30 مارس 1912 الصحراء تقسمت ومناطق اخرى فصلت على المغرب حتى قبل فرض الحمايه
ومن أين فوردت؟ من أين جاء هذا الاحتلال؟ جاء من الجزائر وجاء بعد احتلاله لمناطق مغربية عديدة. يعني انطلاقا من توات غادي يعتمد على أصحاب الطرق بطبيعة الحال، ويعتمد على لائحة ديال القواد المخزنيين الذين كانوا يعينهم السلطان، يعني بطبيعة الحال قاوموا وواجهوا، ولكن بعد الهزيمة غادي يعتمد عليهم نفسهم المستعمر الفرنسي. المستعمر الفرنسي غادي يعتمد نفس يعني نفس الرموز السلطانية والمخزنية، من ظاهر، من طربوش، من برنوس، من الطابع. علاش أيضا يعتمد عليهم؟ لأن هناك نظام قائم الذات، كيف له أن يخلق نظاما سياسيا جديدا؟ شوف الأقاليم الجنوبية هذا انطلاقا من توات حتى تندوف. حتى التندوف. توات فين جات غير باش الناس المكان؟ توات جات في الجنوب، الآن يسمى الجنوب الجزائري. وتندوف جات راها على الحدود. يعني هذا اللي دابا كنسموه مناطق جزائرية، هذيك مناطق مغربية بامتياز. نعم. يعني توات، تندوف إلى آخره، وهذا الشيء كل شيء كاين الوثائق اللي تثبت هذا الشيء. تثبت الوثائق لدرجة أن هذاك الخط ديال اللي فصل المغرب على صحرائه المار من طرفايا اللي سميته انا تاء يعني طرفايا تندوف توات، داروا جيل كومبون على اساس، وسياسيين بعد اللي جاوا من بعده على اساس ان الخط اللي مار من جنوب طرفايا يكون دائما شمال توات وشمال المناطق التي استعمرتها فرنسا وكانت تابعه للمغرب حتى لا يطالب بها في عندنا شي خرائط اللي بغيت نشوفهم ولا من بعد في المستقبل عندنا شي خرائط ممكن نشوفوا خريطه مثلا هذه احدى الخرائط التي نشرت سنه 1895 واللي كتوقف تقريبا عند الداخله عند الحدود الحاليه بالنسبه للجنوب، وبالنسبه للشرق فهي تضم كل من تندوف، توات، كاع المناطق المغربيه. هذه دارها واحد سميتو عليه فوك في 1895، وتم تداولها في الوسائل ديال لي ريزو سوسيو. هذه غادي نتكلموا عليها، نكلم يعني نكمل يعني النظريه ديالكم اللي لخصتوا بها هذا الكتاب، الا بغينا نلخصوا بها هذا الكتاب، واللي الوثائق والخرائط اللي تنشر يعني تثبت صحه النظريه ديالكم. يعني كما قلنا مشروع استعماري فرنسي كان طرق من 1830 وهو جبات، ولكن اللي مهم انه يعني من بعد الاستقلال ديال الجزائر، يعني النظام الجزائري، الوطنيين الجزائريين اللي كانوا إخوة ديالنا وديال المغاربة في النضال من أجل الاستقلال، غادي يتبناوا المشروع الاستعماري الفرنسي ويتبناوه لصالح الدولة الجزائرية. يعني اللي كانت بغات تديروا فرنسا وما قداتوش، هما غادي يجيو يتبناوه المشروع ديال فصل المغرب الشمال ديالو على الجنوب ديالو، غادي يتبناوه انذاك هذوك يعني المناضلين ديال الافلان، يعني القياده ديال الافلان اللي خدات الاستقلال، وتماك غادي يزيد هذا المشكل يعني تعقيدا. طيب انا غير بغيت نلخصها هكا باش الناس اللي فهمونا من كنتكلموا، باش الناس ربما يزيدوا يفهموا اكثر، وهو ان هذه المناطق التي تم اقتطاعها من المغرب وأصبحت جزائرية. حلاش أنا أسمع باش نفهم. توات، تيديكلت، فيما بعد كولومب الشار، بني ونيف، المناطق ديال تندوف، النواحي ديال تندوف، واللي كلها فرنسا كانت تبحث عن اقتطاع المزيد من الأراضي، لأن المهم بالنسبة لفرنسا كان هو يعني ضم الأراضي المغربية إلى المستعمرة الفرنسية. فرنسا قطعوا هذاك الشيء من سنه تقريبا من 1900 و 1901 1902، احتلال توات، تيديكلت، واستمرت العمليه حتى 1920 مع المناطق الشرقيه ديال ما يسمى بعين جنوب عين الصفا، ثم حتى 1934 اللي احتل تندوف لفائده، ما كانت ماشي لفائده فرنسا ولكن لفائده قيادته، هو الجنرال ترانكي اللي دار هذاك الخط ديال الحدود وضم تندوف في 1934، ولكن مع ذلك كانت في وضع استعماري تندوف تابعه لقياده عسكريه مغربيه، كانت في ميدلت وانتقلت الى تيزنيت، وبعد ذلك انتقلت الى اكادير
تسمى بكوموندومون يعني قياده التخوم المغربيه الجزائريه، بعد ذلك اصبحت تسمى بتخوم الجزائريه المغربيه الموريتانيه، والقياده ديالها في 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 في, في اكادير، واللي كانت عندها القياده ديالها حتى يعني كتضم الساقيه الحمراء والذهب. طيب. على اساس ان هذه هي ان هذه المناطق ديال التخوم ما كانش عندها حل، ما كانش عندها حل، يعني ما دام ان المغرب هو اللي كيأثر فيها، ما دام ان البيعه حتى في ظل استعماري كما قلت استعملت سلطه السلطان باشكال يعني سريه ومتخفيه بطبيعه الحال، فستستعمل ايضا سلطه السلطان بشكل علني من خلال جريده رسميه من طرف الاسبان في منطقه الساقيه الحمراء والذهب. يعني الاسبان كانوا محتلين الارض عسكريا، ولكن كما عارفين بانما الارتباط ديال الارض وديال السكان ديالها مع السلطان المغربي، وكان عندهم ارتباط ديني روحي وسياسي، فكانوا كيعتمدوا على يعني كما كنقولوا يعني التقاليد المخزنيه ديال انذاك باش يبسطوا النفوذ ديالهم ويحقوا السلم، يعني يشريوا السلم، يعني وهما محافظين على هذه التقاليد بين المخزن المغربي اللي في الشمال والسكان، يعني هذيك البيئه محافظين عليها، الطرق ديالها الميكانيزمات ديالها كما كنت كلمتوا على الطربوش، هذه كلها يعني رموز ديال السلطه الدينيه والمخزنيه في المنطقه. في المنطقه. حتى هذا اعتراف اذا. هذا اعتراف، وهذا كيبين اهميه المحور ديال الشمال مع الجنوب. لان المشروع الاستعماري هو مشروع اساسا كيهدف الى ربط المستعمره الجزائر بالمستعمرات في افريقيا جنوب الصحراء، وانطلاقا من الجنوب الجزائري اللي كان ايضا جنوب مغربي، لم تستطع فرنسا ان تقتحم المجال ديال الطوارق، يعني ما قدرتش تهبط من كالمرور حيث الطرق الصوفيه المغربيه وحيث السلطه المخزنيه من ثم. اسمح لي هذه مهمه جدا، اذا غير باش نفهموا، اسمح لي انا اعتبرني انا باغي نفهم نوقفك، يعني فرنسا اللي كانت مستعمره الجزائر من 1830 وهي باغيه تزيد تهبط وتربط يعني المستعمرات اللي عندها لتحت في افريقيا مع 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 الجزائر الفرنسيه، يعني ما قدرتش تهبط مباشره يعني من الشمال للجنوب حيت كاين مقاومه ديال الطوارق توارق والقبائل الصحراويه، وبغات يعني تمر من الطرق اللي كانت انذاك امنه وسلميه، هي الطرق اللي كان مسيطر عليها النظام المغربي وكتفوت على تندوف، واللي هي طرق القوافل السابقه تاريخيا، وحتى خريطه الصحراء الى شنا الصحراء كيفاش هذوك الخطوط اللي دايز على تندوف وعلى بير قندوز، هذيك الفرنسيين تيقولوا ندوزوها لهذ الخريطه من الطريق المغربي اللي كيجي تجاري اللي كيجي من الصويره وكيدوز على اقا وكيهبط على تندوف وبير مقرين وكيهبط للجنوب. دوك هما الى داو تندوف في الاول يعني على هذا الغرض، على هذا الغرض، يعني ماشي حبا في تندوف، لان تندوف كانت يعني بحال ان باساج اوبليجي اي سيغ. ولكن هما ما داوهاش، ربما كاين الخريطه اللي كتبين. شوفوا شي خريطه اخرى. شكون هي الخريطه بالابيض؟ هذه خريطه بالابيض والاسود اللي كتبين على ان منطقه تندوف راها في يعني خاضعه للمجال ديال الكوموندمون. هنا داخله في المغرب؟ داخله هنايا في داخله هنايا في المغرب، واللي كتبين على انها من المناطق اللي. شمن السنه هذه؟ هذه بالنسبه ل 1901 1902، وحتى في 1934 من تم الضم ديالها وتخلقات قياده التخوم، فبقيت تابعه تابعه. هما يعني المستعمر الفرنسي خدا تندوف لانه كان بالنسبه لي ما يمكنش يهبط للجنوب ديال افريقيا. نعم. إلا ما مرش على تندوف. إلا ما مرش من تندوف. وتندوف كانت مغربية آنذاك. وبالخصوص بعد تسليمه للمنطقة ديال واد الذهب والساقية الحمراء أجزاء منها للمستعمر الإسباني اللي ما يمكنناش نعتبروه مستعمر. علاش؟ لأنه لم يكن يستعمر المنطقة. كان متواجدا على السواحل، والسمارة لم تحتل إلا في سنة 1934. الاسبان لم يدخلوا الى داخل الساقيه الحمراء او في العمق هذا الا بعد اكتشاف الفوسفات سنه 1963، والمناطق ديال الساقيه الحمراء او واد الذهب كانت دائما تابعه للخليفه السلطاني في مدينه تطوان كما تعلن. الاغلبيه ديال المنطقه ديال الاقاليم الجنوبيه كانت يعني عاديه كما دابا
تبع الخليفة السلطاني. تبع الخليفة السلطاني. يعني وفيها والخليفة السلطاني يعين عن طريق البيعة كل من مربيه ربه الأخ ديال أحمد الهيبة، وبعد ذلك الشيخ الإمام اللي أصبح من بعد الاستقلال عضو في أول برلمان، أول برلمان مغربي. حنا ملي كنسمعوا الاستعمار الإسباني للمناطق صحبنا يعني الاستعمار يعني ديال الأرض كاملة، استعمار السكان والأرض كاملة 100%، والحال ليس كذلك. الحال ليس كذلك. الصورة التي وراءكم أستاذ سيتيجيني ديال مدينة العيون في 1924، ملي كنشوفوا الأرشيف الفرنسي أو الإسباني كنشوفوا لو بلون داميناجمون ديال مدينة العيون، فهو أربع مربعات ديال تجمعات سكنية وخط مستقيم ديال ما يسمى بطريق وأربع نقاط ديال المراقبة. هذا هو لو بلون ديال 1924. هذا هو التواجد الإسباني، ويعني يجبو تصور مدينة العيون بعد 1975 ومقارنة بالوضع الحالي. المشكل أيضا في هذه المنطقة ديال مسألة ديال قيادة التخوم، وهي ضرورة تربطها بالوضع الحالي أو بالسابق، يعني قبل الاستعمار ولا مع الاستعمار أو لا حاليا. قيادة التخوم هي تجسيد لمشروع الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب بالنسبة كيفاش قيادة التخوم يعني غير قيادة التخوم، وهو أن المغرب كي يراقب المنطقة عسكريا وإداريا وسياسيا. يعني من سنة هذا الشيء باش هذا الشيء من 1934 حتى 1955 منين شافوا بأن المغرب غادي يستقل تم حذف هذه القيادة ديال التخوم، لأن قالوا حنا اكتشفنا في المنطقة المناجم ديال الحديد، هناك يعني مناجم كثيرة في هذه المنطقة، المغرب إذا استقل غادي يسترجع هذه المناطق، دونك نحذفوا هذا الكوموندمون ونلحقوا تندوف بالجزائر. إذن هنا فين شكون هذا اللي خدا هذا القرار؟ وزارة الداخلية الفرنسية، ووزارة يعني بتشاور مع لو ريزيدون مع لي زافير إترونجير وزارة الخارجية والمقيم العام بالجزائر بالمغرب، اللي عارضوا اسمح لي باش نوضحوا الفكرة. ولكن هذه المنطقة كانت تحت النفوذ العسكري الإسباني. لا، كنتكلم على المنطقة ديال تندوف، ديال تندوف اللي كانت تابعة فحال قلميم فحال المناطق الأخرى. يعني ب 34 حتى ال 55 كانت تابعة للمغرب. يعني وهذا الشيء كاين في وثائق؟ كل الكتاب فيه العديد من هذا هو الإضافة يعني القيمة المضافة. أنا كنت شفت وثائق أول مرة تنشر. هناك شابيتر يتحدث عن الغاية المغربية وعن الصلاة في يوم الجمعة في تندوف التي تقام باسم السلطان، وهناك الحديث عن التنبل المغربي والحديث عن الجزارين وعن البيع الشراء بين مدينتي أكادير وتندوف، إلى درجة هذا مثلا يدفع الفرنسيين يعني في الأربعينات والخمسينات إلى خلق ما يسمى بالشوفان. احنا عندنا الموغار مثلا ديال طنطان موسم ديال التجارة، ويساعدوا التجار الجزائريين باش يجيو ليه، ولكن ما جا لهم حد. قالوا بأن دائما التجار اليهود ديال أكادير ولا المغاربة خاصة اللي كيجيو يشريو الإبل من أجل التجارة. وهذه وثائق فرنسية هي اللي كتعترف بها؟ وثائق نعم، وثائق كلها فرنسية اللي كلها وثائق سرية. كنت قلت لي بينما كاين شي وثائق سرية اللي مثلا بعض المستعمر كيكتشف شي مسائل اللي عندها علاقة مع مثلا مع السلطان ولا مع الخليفة السلطانية ولا مع المغرب، وكيجي له امر مثلا بالمقيم العام الجزائري المقيم العام الفرنسي الجزائري يقول له هاد الوثائق ما تبقاش تظهرهم من جديد، يعني استخبعهم. وقعت في عين صالح، يعني عين صالح في 1890 يعتبر الفرنسيون بانهم اكتشفوا فيها بانها خاضعه للسلطه المغربي. فين جات عين صالح؟ عين صالح راها تحت جنوب تواد في العمق الجزائري. يعني احنا دابا كنتكلموا على العمق الجزائري ما يسمى الان بالجزائر. لان الخريطه ما عندناش خريطه ديال الجزائر، الجزائر بقيت حتى 1962 ان الجزائر هي الشمال، وكل ما جنوب غردايا حيث البترول وحيث اكتشفت فرنسا في اتجاه الجنوب فكلها تسمى تيريتوار دي سود، الاقاليم الجنوبيه،
او لي تيريتوار ديال الواحات بما فيها تندوف بعد ضمها يعني الى الجزائر. المغرب كانت تحكم هذا الجنوب الجزائري كله يحكم تقريبا بسلطه السلطان. يعني البترول دابا ديال الجزائر يعني غادي يكون ديال المغرب في الاصل ديال عين صالح. يعني جول كومبون في الكتابات ديالو تيقول لهم ما تعاودوش تصيفطوا هذه الوثائق بافوا اوفيسيال، وحتى الا عطاكم شي واحد شي حاجه ما تاخذوهاش من صوروها من عنده، الا كان باغي يحتفظ بها وقول له خليها عندك. وهذا الأومار غادي تستمر حتى 1923 مع تاودني. تاودني راه ماشي حتى في موريتانيا، تاودني راه في مالي. الفرنسيين داروا ان سكون ابيل ان ريكونيسونس، جيش مؤازر من طرف الناس محليين اللي كيعرفوا المجال، كيلقاو عائله مغربيه ديال قائديه اللي كيجبدوا الفرنسيين، راه عندنا ظهير حنا تنحكموا هنا باسم السلطان ومقابل لنا هاد المناجم ديال الملح. وحنا تاودني كانت يعني في البيضان ولكن هي في التراب المالي حاليا. كيديروا مواصله للشمال يعني للرباط والجزائر والباريز، تيقول لهم تاودني في 1923 كنلقاو فيها اسره كتقول لنا حنا تابعين للمغارب. دونك تيتم تجميع هذوك الوثائق واخفائها. يعني المستعمر الفرنسي وخاصه اللي جا من الجزائر. نعم. اللي كان محتل الجزائر يعني كانت هو اللي زعما كما نقولوا هو اللي ساهم في انه طمس الهويه والطمس يعني والحاق المناطق كبيره بالمستعمر الفرنسي، ولا خلق دويلات من بعد غادي يخلق دويلات. واحيانا يرسل مراسلات، هناك مراسلات غادي كاينه وحده في هذا الكتاب وغادي تكون في هذا، انه يامر بتخريب وبحرق كل الخرائط السابقه والتي تدل على مغربية الصحراء والتي أنتجت من طرف الإدارة الاستعمارية. يعني كيفاش أنك ستنطلق مثلا من عين صالح ومن توات إلى آخره، وهنا أتحدث عن الجزائر انطلاقا من هذه المناطق، ويتم القول في الأمم المتحدة في 65 في 68 على أننا مهتمين بالصحراء لأننا عندنا قبائل يعني مغربيه ومجالات مغربيه اللي اصبحت بالنسبه لهم جزائريه اللي مهتمه بهذا المجال. انت كتاخذ مجالات مغربيه وكتعارض بها المغرب. هذا هو ولكن هذا كيبين على ان هناك استمرار ديال المشروع الكولونيالي الفرنسي. جيل كومبون في 1892 ذكرنا شكون هو جيل كومبون؟ جيل كومبون هو الحاكم العام للجزائر، كيحكم الجزائر يعني بالمناطق ديالها الشماليه المعتبره الجزائر، والمناطق الجنوبيه من غلدايه بسكاف اتجاه الجنوب اللي كتعتبر اقاليم التريتوار ديال الجنوب والتريتوار ديال لي زوازيس الواحات اللي تنضم لها كولومب الشار وتندوف الى اخره. هذا غادي امر بهذاك الكتاب اللي سبق الاشاره اليه قبل قليل حول الطرق الصوفيه، وهو اللي غادي يعلن أن الطريقة التيجانية خاصة تكون طريقة اللي يجب استعمالها لأنها حاضرة بقوة في الجنوب، جنوب إفريقيا جنوب الصحراء، للعمل على ربط الجزائر بالمستعمرات ديال السنغال ولاويف أو إفريقيا الغربية. ولكن بعد مراسلته لطنجة والرباط والمجموعة وداكار ولا المناطق أخرى، كيتبين له على أن النفوذ هناك هو نفوذ التيجانية الجزائر المغربية التابعة لمدينة فاس. في 1900 يعني بعد ما غادر هو جيل كومبون خدا يعني خدا الموقف بأنه يوقف المشروع لأن التيجانية المغربية هي اللي مهيمنة تما وماشي التيجانية اللي ديال الجزائر اللي بقات حابسة الجزائر. لأن إذا النفوذ المغربي كان نفوذ قوي جدا، نفوذ ديني النفوذ العسكري لم ينزل انطلاقا من الجزائر في اتجاه الطوارق، والنفوذ الديني كذلك لم ينزل، والحادثة المعروفة هي اغتيال فلاترز هذا الرحالة الكبير واللي كان عسكري واللي كان مؤازر من طرف أحد المقدمين التيجانيين الجزائريين اللي تم اغتياله، وهي اللي غادي تعطي ضربة قاضية للتقدم المستعمر في اتجاه الجنوب. وهنا كيجي جيل كومبون لأن فلاترز توفي في 1881 وكيدخلوا كيدخل جيل كومبون بالكتابات هادو ديالو وتيقول لهم ها منين دوزو. والتوجه ديال القوة العسكرية الفرنسية انطلاقا من الجزائر انطلاقا من تندوف انطلاقا من ديك الخريطة اللي داروا
كتدل على ان المحور ديال الشمال الجنوب هو محور ديال تاريخي مغربي، وهو اللي فحال نقولوا لا ماروكانيتي ديال الصحه، هو لو تران كي فاسيليتي هذا التدخل الفرنسي في ولكن في نفس الوقت كاين قوه ديال المقاومه. غادي نوقف كنايا وغادي يمكن نوقفوا هنا هذا الجزء الاول المهم جدا، وغادي نلتقيو في جزء ثاني باش نكملوا هذا الحوار التاريخي الشيق اللي غادي اكتشفنا فيه مجموعه ديال الاشياء. اذا اخواني اخواتي اقول لكم نوقفوا هنايا ويمكن نضرب لكم موعد في جزء ثاني في الحوار ديالنا مع الدكتور جلالي العدناني لاستكمال تاريخ مغربيه الصحراء، يعني وكاننا كنقراو الكتاب على لسان الدكتور جلالي العدناني، وثائق تواريخ واحداث مهمه خصنا نعرفوها كاملين. وبقوا معنا في الجزء الثاني من هذا اللقاء، الى ذلك الحين اقول لكم الى اللقاء.